برضو المجال بتاع اللي انتوا حاسين بيه اللي هو التفوق بقى الذكوري ده بتاع انتوا عارفين ما حاجات احنا كتير ما فعلا. لما لا 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 تدخلين انتوا متفقين احنا وبايب نسبح جدا في الفجر. ده ما بقاش برضو في العربيات الاكثر حداثه ما بقاش موجود قوي، لان ما بقاش في مجال زي زمان، مش عارفه الناس تفتح الموتور وتبص جوه، الدنيا مقفوله لا وعندك لمبه بتقول لك ايه اللي لا بيحصل. بس احنا اخرنا في ان احنا بندور بندور ونمشي. العربيه ونزود الميه لو حسينا ان في حراره، وده ما بقيناش نعملها برضو قوي عشان عربيات ما حديثة نتلسعش وكده. بس العربيات الحديثة لو هتبقى كده هتبقى سعرها عالي، دي الحاجات اللي سعرها يعني دي فوق الفئات المتوسطة. ال اما العربيات اللي هي المتوسطة فيها نفس الموضوع، بنبص بنفسينا وبنتابع وبنعمل كل حاجة، اما السنسور برضو ساعات بيغلط، طب السنسور يبقى فيه مشكلة. لسه كنت عاوز اتكلم في النقطة اتفضل. دي تحديدا، لأن فكرة مؤشر الحرارة بتاع العربية الخاص بالمية تحديدا، ويمكن انت برضو تصحح لي معلوماتي، مش مرتبط دايما ان لو المية ناقصة الاقي المؤشر ده قل او نقص، لأن أحيانا المية بتبقى ناقصة وأنا ببقى بقى سنسور نفسي زي ما بيقولوا كده، بسمع صوت المروحة بيشتغل عالي باستمرار الحته ومش دي بقى مرتبط خبره. بالتكييف، حتى لو فصلت صح. التكييف المروحة التانية أو الإكسترا مش هتشتغل غير لو العربية سخنة، المؤشر ما بيرتفعش وبالتالي بسمع صوت صح. المروحة، فهل الحته لازم أبقى مركز مع ده؟ طبعا انت قلت حاجه ما يعرفهاش غير فعلا حد وقف في موقف زي ده. المروحه لما بتشتغل كتير بالذات لو بالليل انت كده تدل ان المايه ناقصه، فدي نعم. حاجه باينه قوي ان هي بتدل لك ان في مشكله. فانت لما بتلقطها وبتاخد بالك من المروحه بتاعتك وانت بتبقى عارف عربيتك بتشتغل المروحه امتى وما بتشتغلش امتى، ساعتها انت بتبقى متاكد ان المايه ناقصه. انا على فكره بزود المايه بتاعت العربيه بسبب الموضوع ده، يعني صحيح. المروحه تشتغل زياده بفهم ان المايه فيها مشكله. الكلام ده طبعا لو انت الصبح والدنيا حر قوي المروحه هتشتغل زياده، دي معروفه، اما بالليل وان المروحه تشتغل زياده ده في كده مشكله، فلازم تبص تاني يوم. وضروري بقى لما حد يبص على المية تبقى العربية باردة، طب العربية ما تبقاش سخنة نهائي لأن خطر تفتح الغطاء. طب لأن الضغط دي حاجة عايزين بس نأكد عليها، ما حدش يفتح الغطاء والعربية سخنة ابدا طب نهائي، وما تزودش مية والعربية سخنة وهي وتكون مش دايره. مقفولة بالظبط كده.